السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على شنو هي الشروط اللي خاص تكون عندنا متوفرة فينا باش الا حطينا طلب تصريح العمل ما يترفضش. هنا غادي نهضروا على الشروط العامة اللي خاصة توفر في الشخص اللي طالب تصريح العمل، وكذلك إذا كان هذا الشخص كذلك في نفس الملف طالب يعني تصريح العمل ليه والعائلة ديالو. دونك الشروط هي بالنسبة للشخص الأساسي الطالب، يعني الشخص اللي طالب اللي داير الطلب الأساسي وكذلك العائلة ديالو. أول شرط، لازم اننا نبرهنوا الممثل الحكومه الكنديه او شخص اللي يدرس لينا الدوسي الملف ديالنا ان قادرين نجيو لكندا باش من بعد ما ناخذوا تصريح العمل من بعد ما نشتغلوا اننا قادرين نرجعوا بحالتنا. دونك ثاني شرط هو انها تكون عندنا الموارد الماليه الكافيه لانها انني يعني تقدر نبرهن ان يعني كافيني باش نعيش واحد المده معينه انا والعائله ديالي. دونك الموارد الماليه كنبرهنوا عليها بشهاده العمل، بلو غولفي ديال البنكة الى اخره، واش عندنا املاك، واش عندنا عقارات، هادشي كله كنديروه في الملف. الشرط الثالث، ما تكونش عندنا سوابق، ما تكونش عندنا سوابق، يعني لازم نديرو يكون نحطو في الطلب ديالنا الكازيي جوديسيير او لافيش انتروبروميتريك. الشرط الرابع والاساسي، لازم يعني الصحه ديالنا نكونوا حنا يعني في صحه وعافيه مزيانين ممتازين. الصحه ما يكونش عندنا واحد المرض اللي كيشكل خطر على سلامه الناس اللي في كندا. وهنا كنرفقوا دائما ليكزامان ميديكال داكور مع اي طلب. الشروط الاخرى طبعا، من منين كنقدموا تصريح عمل يعني راه كاين واحد العمل اللي غنزاولوه، هذاك العمل اللي كنزاولوه ما خاصش يكون مقترح من واحد المشغل اللي عنده مشاكل ديجا، او اللي كاين واحد اللائحه ديال المشغلين اللي ما كتعرفش بهم كندا، واللي كيكون طالب من طرفهم يعني اي تصريح عمل جا من طرفهم كيترفض اوتوماتيكيا. هما مثلا المشغلين اللي كيخدموا مثلا في المجالات الاباحيه، مجالات العري والاباحه الى اخره. دونك هادو اصلا ما كيتقبلش الخدمه، ما كيتقبلوش يعني تصريح العمل اللي جايين منهم. دونك كنظن اننا درنا، انا كنراجع النقط ديالي باش ما ننسى لكم حتى شي حاجه. دونك ليكزامان ميديكال هضرنا عليه. دونك وي، هادو هما لي الشروط الاساسيه خاصها تكون عندكم باش ما يكونش عندكم مشكل في الملف. درنا تقريبا واحد التلخيص ملخص على هاد الشروط. اهم حاجه انكم تكونوا قادين، انكم تبرهنوا انكم منين غتجيو لكندا وتزولوا داك العمل ممكن انكم ترجعوا، طبعا ترجعوا في نهاية المدة ديالكم. فكنتمنى من اي واحد كيقدم على تصريح عمل التوفيق للجميع.